إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أمراض الأطفال. طبعا في حين أن تطور اللقاحات وبعض المطاعيم جعلت من الإصابة ببعض الأمراض الأطفال طبعا أمرا نادر الحدوث في هذا الزمن، إلا أن بعض الآخر من هذه الأمراض يعني لازال يعتبر من وقائع الحياة موجود هذا المرض. بعض الأمراض موجودة ممكن تسبب إصابة للأطفال التي ينبقي يعني التعايش معها. أيضا تتراوح أمراض الأطفال بين الأمراض الشائعة والمنتشرة مثل مرض الخناق الذي يصيب الحنجرة، وممكن يعني تشوف الأطفال ذي عمرهم تقريبا بين 4 سنين 5 سنين 3 سنين وما فوق، وحتى يعني الأمراض القامضة والنادرة مثل مرض داء كواساكي، مرض خطير جدا. وأيضا سنقوم هنا بعرض بعض الأمراض البسيطة جدا، راح نشرح تقريبا 24 مرض جديد من الأمراض الأطفال. طبعا كل مرض راح نشرحها في مقطع فيديو خاص فيه حتى يتسنى يعني أخذ فكرة عن كل هذه الحالات المرضية، يعني عشان يسهل التعرف عليها إذا مثلا حدثت عند أحد أو انتشرت. ولكن يجب أيضا الحرص على زيارة الطبيب الأطفال من أجل الحصول على التشخيص الدقيق وتلقي العلاج الطبي المناسب في هذه الأمراض. هذه نبذة بسيطة، مقدمة بسيطة عن الأمراض اللي راح ناخذها إن شاء الله، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.